تظاهرة أولى من نوعها في عموم العراق التي انطلقت من بوابة جامعة كربلاء، كان عنوانها ميزانية التجويع التي تستهدف المواطن الفقير وتهدم بناء المجتمع بإشراف أكاديميين ومثقفين على وجه العموم. تقيم نقابة الأكاديمية العراقية فرع كربلاء المقدسة تظاهرة حاشدة اليوم في بوابة جامعة كربلاء. الهدف من هذه التظاهرة حقيقة هو رفض واستنكار لموازنة 2021 والتي صادق عليها مجلس الوزراء. حقيقة نحن نلاحظ ونؤكد على أن هذه الموازنة هو الهدف منها هو تجويع وتركيع وموازنة تعسفية بحق الشعب العراقي. ستكون هنالك لدينا أعداد كبيرة من الفقراء أو عوائل كثيرة راح تكون لدينا تحت خط الفقر، ولذلك نحن نستنكر هذه الموازنة ونطالب مجلس النواب العراقي بإعادة النظر فيها وإعادتها للحكومة من أجل التراجع عن هذه القرارات التعسفية بحق الشعب العراقي. وصف بسيط للآثار الاقتصادية المدمرة لموازنة التجويع وقرار خفض سعر الصرف، فإن مستويات الفقر في العراق سوف ترتفع إلى أكثر من 60% وفق معايير خط الفقر وربما تكون أكثر، وإذا تم تطبيق صدمات فرض الضريبة الهائلة التي تصل على بعض الرواتب موظفي الدولة إلى أكثر من 55% من الراتب الكلي، وهي صدمة كبيرة وهائلة لا يمكن لأي أسرة أن تتكيف معها، ولا يمكن للاقتصاد العراقي أن يتكيف مع هكذا انخفاض في الإنفاق وهو معتمد بشكل أساسي في إنفاقه الاستهلاك الأساسي المغذي للدورة الاقتصادية على دخول ورواتب الموظفين. مؤشرات اقتصادية تلوح في ارتفاع معدلات الفقر في العراق، خصوصا بتخفيض سعر الدينار تجاه العملة الأمريكية، يرافقه ارتفاع أسعار المواد الغذائية والأدوية الطبية وما شابه ذلك، لينتهي هذا العام بكارثة ليكمل ما فاته بالأيام السابقة. تمثل هذه الوقفة الاحتجاجية اليوم في جامعة كربلاء من قبل التدريسي الجامعة بدعوة من نقابة الأكاديميين العراقيين فرع كربلاء. هذه الوقفة صراحة تدعو إلى عدم المساس بمخصصات أساتذة الجامعيين، فضلا عن ذلك هي تطالب بالحفاظ على قيمة الدينار العراقي مقابل الدولار الأمريكي. الأساتذة الجامعيين هم من صنف العلماء، قدموا ووضحوا كثيرا في سبيل رفعة العلم، بالتالي المساس بحقوقهم هو صراحة مساس بجوهر العملية التربوية العملية العلمية. نحن في مجلس النواب عندما تصل الموازنة العامة لعام 2021 بكل تأكيد سيكون لنا موقف واضح في الحفاظ على الحقوق التي نص عليه الدستور ونصت عليه القوانين الخاصة، خصوصا قانون الخدمة الجامعية الذي يعد الركيزة الأساسية في الحفاظ على حقوق أخوتنا وأخواتنا في التعليم العالي والبحث العلمي. موازنة التجويع هكذا وصفوها التدريسيون في محافظة كربلاء، مطالبين بإعادة النظر بالمواطن الفقير. من كربلاء جاسم الهميم، التغيير.